حضورنا الكريم، اسمحوا لي أن أرحب بالدكتور سعد البازعي رئيس الجائزة، فليتفضل مشكورا لبدء المؤتمر الصحفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجل إنه القلم الذي نلتقي اليوم لتدشين جائزة باسمه، جائزة حملت القلم لتذكرنا به، لتذكرنا بأنه الأساس الذي أبدع الإنسان من خلاله ثقافاته وفنونه، القلم الذي تدفقت منه العلوم والآداب والفنون بعد أن غذاه عقل الإنسان ومخيلته، لا بالحبر وحده وإنما بالمعرفة وبالإبداع في المقام الأول. نحن أيها السيدات والسادة أمام عطاء آخر من عطاءات هذا الوطن، المملكة العربية السعودية، الذي لم يتوقف عن العطاء منذ تأسس، والذي يعيش اليوم مرحلة أخرى من مراحل ذلك العطاء في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ووفقه. نحن أيها السادة والسيدات أمام البناء وهو يعانق العالم، بإضافة كبيرة هي جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً، والتي أسفر عنها فكر وعزيمة هذا الرجل معالي المستشار تركي آل الشيخ، الذي سألني قبل شهر ونصف فقط عما إذا كانت لدينا جائزة كبرى للرواية، فما كدت أجيبه بالنفي حتى قال إن تصوراً لتلك الجائزة بات جاهزاً. ولكم أن تتخيلوا حجم دهشتي للعزيمة والسرعة في الإنجاز. إنها أيها الإخوة والأخوات جائزة فريدة من نوعها، بقدر ما هي كبيرة في حجمها وعظيمة في قيمتها. يكفيها فخراً أنها جائزة ترفع راية اللغة العربية حين تقدم لنصوص مكتوبة بالعربية، التي هي أحوج ما تكون اليوم إلى الدعم. ثم إنها جائزة عالمية مفتوحة للعالم كله طالما كانت النصوص بالعربية، وأنها بصفة خاصة تدعم حقلين كبيرين في حياتنا الثقافية، الأدب الروائي والفن السينمائي، الحقلين اللذين يجتمعان لأول مرة في جائزة واحدة. شرفني معالي المستشار بأن أكون أحد العاملين على إنجاحها، والتي يدشنها معالي هذا المساء.